أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، ودرسنا لهذا اليوم Lesson 6 Unit 3 Stay Safe Online، كن آمنا على شبكة الإنترنت. سنتعلم في هذا الدرس أولا قطعة 6 طرق للبقاء آمنا على الإنترنت. ثانيا نحفظ عبارات الإنترنت، أفعال وما يناسبها من الأسماء. ثالثا الفرق بين النصائح والإلزام، يعني الأوامر اللي هي should and must. نمبر 4 نحفظ بعض المعاكسات الجيدة إملاء ومعنى. بداية عندنا 6 ways to stay safe online، هنالك 6 طرق تكون بها آمنا على الإنترنت. نمبر 1 be nice to people online، طبعا عزيزي الطالب هذا حفظ ينحفظ من 6 نقاط ينحفظ مع معناهن اللي راح يسألك بها بالدروس القادمة أو التمارين القادمة. Number one, be nice to people online. يعني معناها كن لطيفاً مع الناس بالإنترنت. Be nice، لازم أنك نذكر الفعل be nice، كن ودوداً، كن لطيفاً. هاي تجي فراغات، يعني يشيل لك كلمة be، حط لك بس nice، فأنت لازم تتذكر كلمة be nice. Number two, be careful about what you share. Be careful، هاي نفس الشيء، كن حذراً بما تنشره من صور وأفكار. Pictures, thoughts. Pictures, صور, thoughts, أفكار. Number 3 keep your personal information safe. حافظ على معلوماتك الشخصية بصورة آمنة. Number 4 keep your password safe. يعني كن حافظ أيضا، keep حافظ على باسوردك، يعني كلمة المرور، يعني بشكل آمن. You should عليك أن use letters، يعني لازم تستخدم حروف، capital letters حروف كبيرة، numbers أرقام، and symbols اللي هي العلامات الأخرى. ابقى رمز المرور آمنا واستخدم الحروف الكبيرة والأرقام والرموز. Number 5 never meet a person that you only know online. Never meet، never meet، لا تقابل أبدا شخص تعرفه فقط أنت على شبكة التواصل الاجتماعي أو الإنترنت. شوف هنا كاتب لك can we meet؟ No. هل يمكن أن نتقابل؟ لا. لا تقابل شخص تعرفه فقط عن طريق الإنترنت. Number 6 if you find something you don't like، إذا وجدت شيئا ما أنت لا ترغب به online tell your parents، أخبر والديك or your teacher أو معلمك بذلك. إذا صادفك شيء لا يعجبك على الإنترنت اخبر والديك أو معلمك. عزيزي الطالب هذه جدا مهمة، هذه 6 نقاط تجيك معتها فراغات، فكن حذرا بحفظها. البيج اللي بعده بيج 49 read and write numbers، read and write number next to the correct picture. Have fun online and learn more English. هاي فقط للقراءة وننسب كل واحدة إلى أخرى، فقط نقرأها ما مطلوب من عندك. There are word search games، هنالك ألعاب البحث. For example find the animal names، بمثال أوجد اسم الحيوان. Number 2 there are memory games، هنالك ألعاب الذاكرة. Where you can match pictures or pictures and words، يمكنك أن تطابق بها الصور أو مطابقة الصور والكلمات. Number 3 there are word games، هنالك ألعاب كلمات. About different topics، عن مواضيع مختلفة. You are interested in، أنت مهتم بها، مثلا fruit الفواكه، animals الحيوانات، clothes الملابس، ways of traveling أو طرق السفر، يعني المختلفة، طائرة وأكثر وهكذا. And places around the world، وأماكن حول العالم. There are lots more، وهنالك الكثير منها أيضا. اللي بعده Number 4 there are stories to listen to، هنالك قصص نستمع لها، مثل هاي الصورة. This is good way to learn yours، وهذه طريقة جيدة لتعلم بها كلمات جديدة. Number 5 there are songs and rhyme، هنالك أغاني وقصائد. To listen to and to sign، to listen to أن تستمع لها، and to sign وتغني.
There are lots more fun games online, but always remember the 6 ways to safe. يقول هناك الكثير من ألعاب حول الإنترنت، لكن تذكر 6 طرق أن تحافظ بها على أمانك. إلى هنا أعزائي الطلبة ينتهي درسنا لهذا اليوم، نلتقيكم في تمارين هذا الدرس القادم إن شاء الله.